شفاء ذاتي، الفصل الثاني والعشرون. الخلاص. عندما ذهبت سعيدة إلى المستشفى، أخبرها الأطباء إثر الفحص بالموجات فوق الصوتية أن الورم قد اختفى تماما. كان شيئا لا يصدق، لم يتمكنوا من تفسير ذلك، لكن سعيدة كانت مقتنعة في داخلها بأن الورم قد اختفى. شعرت بذلك داخل رحمها. عندما كانت ترقص كل يوم وتطبق ما قاله المدرب، أي أنها تركز وعيها في منطقة الرحم وكأنها توجه نحوه آلات تصوير فوتوغرافي، تحاول أن تدخل معه في حوار، أن تسمع ما يريد أن يقول لها الطفل الداخلي المختبئ وراء أوجاع الرحم. أثناء الرقص كانت تحس طاقة لا توصف تخترق رحمها، وهذه الطاقة أعادت الحياة لهذا الجزء منها الذي كان في ظلمات الحزن والغضب. من خلال الرقص والمشي بوعي وكل التمارين التي مكنتها من اكتشاف ذاتها وتحقيق الاتصال مع الخالق، تخلصت سعيدة نهائيا من كتلة الألم والغضب والحزن التي أدت إلى هذا المرض. في نفس اليوم أحست أنها إنسان جديد، واتصلت بابنتها هاتفيا، أخبرتها بكل شيء، فابنتها لم تكن تعلم حتى بالمرض الخبيث. دار الحديث بينهما على امتداد ساعات، ومنذ ذلك اليوم تكونت علاقة جديدة، علاقة صداقة بين الأم وابنتها. استمر الحوار بينهما يوميا، فدرة كانت مختصة في علم النفس. قالت درة: أظن أنه جرح الخيانة يا أمي. تعلمين ليز بوربو الكاتبة تفسر في كتبها أن هنالك 5 جروح أساسية في حياة البشر، منها جرح الخيانة. ومن أين أتى هذا الجرح؟ قالت درة: يبدو أنه تكون في المحيط العائلي، ثم نقش كالوشم على جسدك المشاعري يوم الحادثة مع أستاذة الجغرافيا. هذا الوشم كان يجذب أحداثا وأشخاصا يستغلونك ويجعلونك تحسين بالخيانة مرارا وتكرارا. موجات متعددة من الصدمات النفسية مع الزوج ومع الصديقة المقربة في العمل، ثم علاقتنا المتشنجة أنا وأنت يا أمي، وأخيرا المرض. وكيف ظهر هذا المرض، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ قالت درة: المرض رسالة يا أمي، فهو ظهر في منطقة من الجسد تمثل الأمومة بامتياز الرحم. هذه الجملة كان لها وقع كبير في نفس سعيدة. أنهت المكالمة الهاتفية مع ابنتها وخرجت تمشي بوعي تريد أن تفهم أكثر، وبدأت تفهم. إثر الخيانة الكبرى التي أحستها سعيدة بعد سفر ابنتها، يعود هذا الجرح على شكل مرض يضرب بقوة. على أمل أن تستيقظ سعيدة من سباتها وأن تلتفت إلى طفلها الداخلي المجروح بجرح الخيانة، وتهمس في أذنه بعض الكلمات الدافئة التي تقولها كل أم لطفلها ليتم الشفاء، شفاء الطفل الداخلي، شفاء النفس المريضة بقوة الروح الإلهية التي فينا، هذا الشفاء الذاتي. كان الجرح يتصرف كأنه كيان واع، كأنه طفل صغير يريد فقط جلب انتباه والدته لكي تلتفت إليه وتأخذه في أحضانها وتقبله، تستمع لبكائه، تربت على كتفه وتقول له: لا عليك يا حبيبي. هذا بالضبط ما حصل أثناء الفترة التي قضتها سعيدة في قصر غيلان. بقي سؤال محير: لماذا جاءت الرسالة على شكل هذا المرض بالذات؟ هذا المرض الخبيث الذي كانت سعيدة دائما تخاف منه وتتحدث عنه. قالت درة: السؤال يحمل الإجابة في طياته يا أمي. تركيزك على هذا المرض وخوفك الشديد منه هو الذي سهل
تجسيده على أرض الواقع. فهمت سعيدة. تجسد هذا المرض على أرض الواقع لأنها كانت دائما تتحدث عنه وتخاف منه. كانت تحمل مشاعر خوف قوية، وهذه هي أقوى طريقة لتجسد الطاقة في حياتنا اليومية. كانت تدعو دعاء بالشر دون أن تعلم ذلك. يفسر جو ديسبنزا في كتابه الذي كانت تقرأه أن قوة المشاعر تجسد الطاقة، بمعنى أنها تنقلها من وضع الموجات الطاقية إلى وضع الجزيئات أو المادة، والأفكار هي ما يضع وجهة لهذه الطاقة التي تتجسد بالضبط مثلما يتم هبوط طائرة على خط مستقيم في المطار. وفقا لخط مستقيم يرسم على الأرض، الطائرة أو الطاقة تتبع هذا الخط الذي تمثله الأفكار حتى تتنزل على أرض الواقع. فهمت سعيدة أيضا في هذه اللحظة لماذا استجاب الله لدعائها في ذلك اليوم بالذات عندما تلقت المكالمة الهاتفية، ولم يكن يستجب لها أبدا طوال حياتها. فهمت أنها على امتداد سنوات طويلة من عمرها لم تكن تصلي ولا تدعو، كانت فقط تقوم بحركات وتتلفظ بكلام أحيانا لا تفهمه. لم تحقق أبدا الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. من المنظور العلمي لم تكن الذبذبات التي تبعثها قوية ومتناغمة حتى تستطيع الاتصال بالروح الإلهية فيها. فالقلب مثل جهاز الراديو يجب أن يكون خاشعا وسليما من كل الأضغان والأمراض حتى يكون على نفس التواتر مع الذبذبات الإلهية. كانت سعيدة تمشي وتبكي، هذه الدموع كانت تخلصها مما تبقى في قلبها من غضب وضغينة وأحزان تمنعها من الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. حين رجوعها إلى المنزل عاودت الاتصال بابنتها. درة، ألو درة، أظن أن هذه المعلومات على قدر عال من الأهمية، وأظن أن كل الأطفال يجب أن يتعلموا أهمية المشاعر والأفكار والجروح التي تتكون بداخلنا منذ الصغر. سوف أتقدم إلى وزارة التعليم بمشروع مادة تدرس في المدارس. ماذا؟ ماذا تقولين يا أمي؟ كما سمعت، سوف أجمع كل الدراسات العلمية التي صدرت في هذا المجال، وهذا العمل سوف يساهم في تحرير ملايين الأطفال والشباب من جروح الماضي. فذاكرة هذه الجروح تنتقل من الآباء إلى أبنائهم كما تنتقل الجينات. تنتظر هذه الجروح ولادة أناس يحملون وعيا مرتفعا وقادرين على تنظيف ذاكرة الجرح حتى يتخلص منه بقية الأبناء في العائلة. وستكون هذه رسالتي في الحياة من هنا فصاعدا. حسنا يا أمي، سأساعدك في جمع المعلومات لتقديم الملف.